فريق الأندلس في ماتش النهاردة مركزين من أول مباراة. ما نخرج من الفقرة الأولى 90-10، وده طبعا أثر بشكل غير عادي على فريقنا. إجابة صحيحة. في تقصير مننا، جزء القدرات، تسرع في القدرات، برضو ضيع 10 نقاط. لما نزلت فقرة تحت الضغط كنت قادرة ان انا ادي افضل من كده، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فريق الاندلس في المباراة الاولى غير فريق الاندلس في الماتشين اللي فات. فانا شايفة ان احنا الحمد لله حسمنا المباراة، قربنا على الفوز بالبطولة ان شاء الله. خلينا نشوف عجة الحظ هتحسن السكور ولا لا. انا عايز بس فريق النيل يرجع بسكور افضل من كده.